مساء الخير أروع. مساء النور إليسا، مين معانا على التليفون؟ ومساء الخير لكل المشاهدين، ومساء إليسا اللي لأول هي مرة، نقطة ضعفي. وائل كفوري معك. لأول مرة الفنان وائل كفوري على آخر مليارة على شاشة الأم بي سي. يسعد مساك الفنان وائل كفوري، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. وعن جد عن جد فرصة سعيدة تطل من خلال هالشاشة الكريمة وعبر هالبرنامج على كل المشاهدين. تقول لإليسا ألف مبروك على الألبوم الجديد. ميرسي. بالفعل شيء بيكبر القلب، والألبوم جدا 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 راقي. وأنا أكيد إنه الناس لما حتسمع وحترجع تنغري من أول وجديد. وأنا خليتني أغري فيها زيادة وعقبال الفنان وائل كفوري بتحبك كثير الفنانة إليسا، وشفنا المصالحات اللي تمت بينك وبين شركة روتانا وكانت الطرف فيها إليسا، إيش تعليقك على هالموضوع؟ يعني طبعا إليسا حتى إلي وغيرتها على فن اللبناني، فحبت تعمل هالقاعة هيدي. وبالفعل يعني هي شغلة كثير حلوة كانت منها، وبنفس الوقت بعتقد إنه كانت شوي فيها إحراج لإلها، لأنه ما كان حدا بيعرف شو فيه وشو النتيجة رح تكون. وكنا بعيد ميلادها وما حدا عارف، لا أنا عارف إنه الأستاذ ساري موجود ولا هو عارف إنه أنا موجود. فأنا شفت إليسا كيف كانت ملبكة، ولكن رجعنا أنقذنا الوضع وأنقذناها. وميرسي إليسا، والله يعطيك عدني حبيبي. ميرسي لاتصالك، انبسطت فيك وائل.